بالنسبه للمنتوجات اللي كنستهلك بزاف في رمضان، عندي بزاف المملحات وما نساوش لي طارت وكذلك رويزه. حنا سلاويين كنموتوا على الرويزه، معقوده سلاده. وهو صراحه في رمضان بحال كاع المغاربه تنستهلكوا داكشي ديال الحلويات، بريوات، اللوز، الشباكيه، داكشي اللي تيكون حاضر في اي طبله مغربيه. بالنسبه لينا حنايا شخصيا كنستهلكوا الخضر والفواكه بزاف، تنبغيو تكون حاضره عندنا في الطبله، لا سلطات داكشي، يعني تنبقاو تنحاولوا نبقاو في داك الجانب الصحي وما نخليوش رمضان ياثر على صحتنا بطريقه سلبيه. دونك هادشي اللي كاين تنحاولوا ما امكن نتجهوا للماكله صحيه، خضر، فواكه، شويه الدجاج، شويه اللحم، يكون توازن في الطبله ديال الفطور. كنستهلكوا الصفوف، الشباكيه، المملاحات، يعني اطباق مغربيه. هادشي اللي كاين. شي حاجه اللي ما كنتيش كديروها قبل ولا كديروها؟ لا، تزادوا بزاف الحاجات. لا، تزادوا بزاف الحاجات. مش نقول لك، يعني ما بقاتش التقاليد ديال شحال هادي، بحال قلتي تطورات القضيه. هادشي اللي كاين هو هذا. المادة اللي كتستهلكوها أكثر في رمضان؟ المملحات. المملحات. كلشي مملحات، مخمرات معمرين، رغيفات معمرين، بريوات، يعني طورات الطبلة المغربية، طورات. هادشي اللي كاين. رمضان مبارك سعيد عليكم وعلى جميع المسلمين. بالنسبه للشهيوات ديال رمضان، هو الحمد لله كله كيجيب الخير والبركه ديالو، وكل شهيوات كل شهيوات، كاين المملحات، كاين اللي كيبغي الحلو، كاين اللي كيبغي على حسب الشهيوات. انا كنفضل الحوت. كنستهلك الحوت. الحوت هو يعني الوجبه المفضله عندي في رمضان، وزايد شي حويجات اخرين ديال المملحات، بريوات بكروفيت، بريوات بهذا، على حسب كل واحد وشهوته وكل واحد واستطاعته. ورمضان مبارك على الجميع. اكثر هي الرغيف والعصير. العصير والرغيف ما اكثر بزاف، والسردين، هذو ثلاثة. الفطور والسحور ديما ما كيحيدهمش. انواع ديال العصير مثلا؟ خيزو مع الليمون، وسميتو فلون مع دانوم. كاينين بزاف ناس، حيت الناس كيكونوا مفوخين ما كيقدروش ياكلوا، كياخذ القهوه، كيبقى على الكارو من هنا كيدخل معاه، يلاه يبرد بهذا الشيء هذا صافي. هذا الشيء اللي كيبان لنا صافي. ما كنا في المغربية حريرة. حريرة هو حلويات، شبكية، وكله كل مغربية في رمضان زوين. زين. وبالنسبة للمأكولات المغربية فيها شي حاجة؟ ماذا؟ المأكولات المغربية. المأكولات المغربية كسكس، طاجين، حريرة، و دجاج محمر، وكل شيء، كل شيء، كل مزيان. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.